I hope you are as proud as I am for presenting the show today. It means that we will get a lot of exposure around the world. La Liga has 60 million viewers, 8 of them in the Middle East. We need the exposure internationally, but this need is not only as exposure. This marks only the start of a new chapter in the Royal Jordanian history, I hope. Hello, I'm Karl Medjani from Leganés. I just want to tell you that I'm proud to represent Royal Jordania. It's a big honor for me to play with this shirt and with this company. I hope we will have a great successful, and I hope we will have a good communication between the country and our team. بشكر الملكية اللي مكنتني انه من خلالهم اطلع اشارك ببطولة كبيرة زي هيك بتونس، ولولا دعمهم ما تمكنت للوصول لهيك بطولة واحراز المراكز هاي. طبعا انا في البداية بدي اشكر الملكية الاردنية لدعمها لنا لتيم الدوايمي والانسينيتي جيم، وبدي اشكرها لدعم اللاعب فارس عشاق اللي احرز اول مشاركة خارجية فضية عرب باسلوب الكي1 كيك بوكسينج، واللي حصل على افضل لاعب في البطوله في نظام الكي1.
لولا دعم الملكية بصراحة ما كنا راح نقدر نسافر بآخر لحظة يعني. دعمونا والحمد لله توجت بإنجاز خرافي للأردن، وطول عمرنا احنا بالأردن أصحاب إنجازات بهي اللعبة، ونتمنى الشركات الثانية تكون تحدو حدو الملكية الأردنية في دعم الرياضة الأردنية. وشكرا لكم. رح أطلع مع الملكية الأردنية باتجاه مطار كينيدي. كنت سعيدة جدا لما تواصلت معي الملكية وخبرتني أنهم حابين يدعموني كمهندسة أردنية شابة موهوبة، وكنت صراحة متفاجئة أكثر أنه تم تقديم الدعم بدون أي مقابل. فلما أجيت أنا ويعني حبيت أني أقدم شكري للملكية، فكانوا هم يعني ردهم أنه إحنا ما قدمنا لك هذا الدعم حتى إحنا نأخذ بالمقابل. أنتهز هذه المناسبة لأبارك شركتنا الحبيبة بانضمام طائرة السادسة من نوع بوينغ 787 والتي انضمت إلى أسطول الملكية هذا اليوم لتخدم ضيوف الأردن الأعزاء ومسافرين الكرام على شبكة الملكية الأردنية في جميع الاتجاهات المتوسطة وبعيدة المدى. هذه الطائرة تمتاز بالتقنية العالية التي توفر لمسافرين الكرام جميع وسائل الراحة، سواء من خلال الإضاءة أو الجو داخل الطائرة والسعة المقعدية التي توفر راحة لجميع الركاب سواء في الدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية. وهذه الطائرة سينضم كذلك طائرة السابعة في شهر كانون الثاني من العام القادم، لتصبح مجموع الطائرات 7 طائرات بأسطول الملكية الأردنية من هذا الطراز. هذه الطائرة صنعها شركة بوينغ، وتعد من أكثر طائرات مبيعا في العالم في المستوى الذي صنف من خلاله هذه الطائرة. أشكر فريق الملكية الأردنية لجميع فئات الذين ساهموا في العمل للوصول لهذا اليوم في جميع المجالات الفنية والتجارية والمالية والإدارية والعملياتية. نبارك لأنفسنا ولشركتنا الحبيبة، وإن شاء الله سنكون جميعنا في خدمة مواطننا الأردني وضيوف الأردن من جميع الجنسيات. الملكية الأردنية لكل لحظة حكاية.